مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناءنا طلاب مدرسة الأندلس الإعدادية الخاصة للبنين، الفصل الدراسي الثاني 21-22، طلاب صف سابع مع مادة العلوم ودرس اليوم. الوحدة الخامسة، الكثافة والضغط. كيف تؤثر الكثافة على الطفو والغوص؟ الأهداف: الهدف الأول، يشرح الطالب لماذا تطفو بعض السوائل على سوائل أخرى. الهدف الثاني، يشرح الطالب لماذا تطفو بعض الأجسام الصلبة على بعض السوائل وتغوص في سوائل أخرى. الهدف الثالث، يشرح الطالب لماذا تطفو بعض الأجسام في الهواء وبعضها الآخر يغوص. أشياء تعلمتها: تحسب الكثافة باستخدام القانون، الكثافة تساوي الكتلة على الحجم. تفيدنا المقارنة بين كثافة جسم وكثافة الماء في معرفة إن كان الجسم سيطفو أو سيغوص في الماء. نشاط افتتاحي: قمنا بصب الزيت في وعاء يحتوي على الماء، ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن الزيت يطفو فوق سطح الماء لأنه أقل كثافة من الماء، كما نشاهد في هذا الفيديو. كوب به ماء، نقوم بصب الزيت فوق الماء مع التقليب. نلاحظ أن الزيت يطفو فوق سطح الماء لأن الزيت أقل كثافة من الماء. النشاط واحد، كيف تصنع برج الكثافة؟ نشاهد هذا الفيديو. لدينا 5 سوائل: عسل أسود، حليب، سائل غسيل طباق، ماء ملون، زيت. نضع كل منهما فوق الآخر ونبدأ بالعسل الأعلى كثافة. ثم الحليب. ثم مسحوق غسيل الطباق، مسحوق غسيل الطباق، ثم ماء ملون، وأخيرا الزيت، وأخيرا نقوم بوضع الزيت. نلاحظ أن السوائل كونت طبقات بعضها فوق بعض، وذلك نتيجة اختلاف كثافة كل منهم وذلك نتيجة اختلاف كثافة كل منهم. النشاط واحد، كيف تصنع برج الكثافة؟ رتب السوائل حسب كثافتها باستخدام قمع صب السائل الأكبر كثافة أولا ثم الأقل كثافة وهكذا دون ملامسة جدار الإناء. السائل الأعلى كثافة والكثافة: النفط كثافته 68% جرام لكل سنتيمتر مكعب، زيت القلي 9 جرام لكل سنتيمتر مكعب، الماء 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، الحليب 1.3 جرام لكل سنتيمتر مكعب، العسل 1.42 جرام لكل سنتيمتر مكعب. هذا بالنسبة للسوائل. الأجسام الصلبة: سدادة الفلين 24% جرام لكل سنتيمتر مكعب،
قطعة البلاستيك 92% جرام لكل سنتيمتر مكعب، البرغي 7.8 جرام لكل سنتيمتر مكعب كما نشاهد في هذه الصورة. نلاحظ أن السائل الأكبر كثافة يهبط لأسفل، ثم الأقل كثافة لأعلى وهكذا. البرغي يهبط لأسفل وسدادة الفلين تطفو وقطعة البلاستيك تقع بين الماء وزيت القليل. أسئلة المتابعة صفحة 20. والسؤال الأول: فسر كل مما يلي. تطفو كرة تنس الطاولة عند قمة البرج لأنها أقل كثافة من كل السوائل. يغوص البرغي الفولاذي إلى قاع البرج لأنها كثافته أكبر من كثافة كل السوائل. يغوص الغطاء البلاستيكي إلى مستوى معين بحيث يبدو وكأنه معلق في برج الكثافة لأن كثافة الغطاء أكبر من كثافة الزيت وأقل من كثافة الماء. النشاط الثاني: كيف تعرف إن كان جسم ما سيطفو في الغاز؟ كثافة الهواء 1.3 كيلو جرام لكل متر مكعب، كثافة الهيليوم 18% كيلو جرام لكل متر مكعب، كثافة ثاني أكسيد الكربون 1.9 كيلو جرام لكل متر مكعب. نقوم بملء أحد البالونات بغاز الهيليوم والآخر بغاز ثاني أكسيد الكربون، ثم نطلق البالونات في الهواء. الملاحظة: بالبالون الهيليوم يطفو في الهواء لأن كثافته أقل من كثافة الهواء. بالون ثاني أكسيد الكربون يغوص في الهواء لأن كثافته أكبر من كثافة الهواء. نشاهد هذا الفيديو البسيط. تملأ البالونات بغاز الهيليوم ونشاهد أن البالونات تطفو في الهواء إلى أعلى لأن كثافة الهيليوم أقل من كثافة الهواء. أسئلة المتابعة صفحة 22. أي البالونات يرتفع لأعلى في الهواء؟ البالون المملوء بالهيليوم. أي البالونات يغوص في الهواء؟ البالون المملوء بثاني أكسيد الكربون. مع أي البالونات كان توقعك صحيحا؟ واشرح إجابتك. مع البالون الهيليوم لأن كثافته أقل من كثافة الهواء. إذا أطلقنا البالون المملوء بالهواء داخل وعاء كبير ممتلئ بثاني أكسيد الكربون ماذا سيحدث؟ اشرح إجابتك. يرتفع البالون لأعلى لأن كثافته أقل من كثافة ثاني أكسيد الكربون. النشاط 3. ما خط الغاطس على السفينة؟ نشاهد هذا الفيديو أولا. خط الغاطس على السفينة اللي هو الخط LR، هذا الخط الذي يحدد مقدار الغاطس من السفينة تحت سطح الماء. فلا يتجاوز هذا الخط حتى لا تكون السفينة معرضة للغرق. وهذا الخط يتغير من ماء إلى ماء، من ماء مالح إلى ماء عذب، من فصل الصيف إلى فصل الشتاء يتغير مقدار هذا الخط. وعند انتقال السفينة من ماء مالح لماء عذب لابد من تخفيف الأحمال حتى لا تكون عرضة للغرق ولا تتحمل السفينة أكثر من حمولتها حتى لا تجاوز خط الغاطس فتكون السفينة معرضة للغرق. وهذا هو خط الغاطس في الصيف وفي الشتاء. النشاط 3. ما خط الغاطس على السفينة؟ تعتمد كثافة الماء على المواد الزائبة فيه وعلى درجة الحرارة، حيث أن الماء البارد أعلى كثافة من الماء الساخن، ويحتوي ماء البحر على أملاح ولذلك يكون أعلى كثافة من الماء العذب. قد تطفو الأشياء في الماء المالحة الباردة لكنها تغوص في المياه العذبة الساخنة. يعرض الشكل خط الغاطس بشكل أكثر وضوحا كما تشاهد في الصورة. يشير لفصل الصيف
الرمز S، يوضحان اتزان السفينة R و L، يشير للمياه العذبة الاستوائية T و F، يشير لمياه المحيط الأطلسي في الشتاء W N A. أسئلة المتابعة: تعني W N A مياه المحيط الأطلسي في الشتاء، أذكر سببين لارتفاع كثافة مياه المحيط الأطلسي في الشتاء. بسبب مياه الأنهار التي تصب الماء المحمل بالأملاح في المحيط شتاء، وبسبب انخفاض درجة حرارة الماء شتاء وارتفاع كثافته. اشرح ما سيحدث إذا انتقل المركب من مياه المحيط الأطلسي شتاء إلى مياه المنطقة الاستوائية. سيغوص بشكل أكبر لأن المياه الاستوائية كثافتها أقل. هذا ما تعلمته. السوائل الأقل كثافة تطفو فوق السوائل الأكثر كثافة. يطفو الجسم الصلب في السائل إذا كانت كثافة السائل مساوية لكثافة الجسم أو أكبر كثافة منه. الغازات ذات الكثافة الأقل تطفو فوق الغازات ذات الكثافة الأكبر. الماء البارد أكبر كثافة من الماء الساخن. يحتوي ماء البحر على الملح، لذلك يكون أكثر كثافة من الماء العذب. تحقق مما تعلمته في هذا الدرس. إذا علمت أن كثافة الماء هي 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، وكثافة الزئبق هي 13.5 جرام لكل سنتيمتر مكعب، ضع علامة صح في الجدول لتوضح ماذا يحدث للمواد المختلفة عند وضعها في الماء أو الزئبق. حلقة ذهب، سدادة فلين، مسمار حديد، أي منهما يطفو في الماء وكذلك يطفو في الزئبق؟ سدادة الفلين. أي منهما يطفو في الزئبق ولكن يغوص في الماء؟ مسمار الحديد. أي منهما يغوص في الماء وكذلك يغوص في الزئبق، ألا وهي حلقة الذهب. ما الوصف الذي يعبر عن كثافة الغاز بشكل صحيح؟ يغوص البالون المملوء بغاز ثاني أكسيد الكربون لأن كثافته أعلى من كثافة الهواء. يمكنك أن تلاحظ أن السباحة في ماء البحر أسهل من السباحة في ماء بركة السباحة. ماذا تستنتج من ذلك حول كثافة مياه البحر؟ لأن كثافة ماء البحر أكبر من كثافة ماء بركة السباحة. يستخدم الغواص حزاما يحمل أوزانا لتسمح له بالغوص داخل الماء. إذا انتقل الغواص من مياه البحر إلى المياه العذبة عند العمق نفسه، عليه أن يغير من أوزان الحزام. هل يجب عليه زيادة الأوزان أم تقليلها؟ اشرح إجابتك. يجب عليه تقليلها لأن كثافة الماء العذب أقل من كثافة ماء البحر. وإلى هنا نصل إلى نهاية درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.